دعوة إلى التكامل والمحبة والرحمة بين الجميع، بين كل المصريين من داخل بيت العائلة المصرية الذي يضم نخبة متميزة من علمائنا في الجانبين، الجانب المسيحي والجانب الإسلامي، بين الأزهر الشريف وبين الكنيسة المصرية وبين كل من يحب مصر حبا جما. بندعوكم أعزائي المشاهدين للتواصل وهذه الحلقة الجديدة، فابقوا معنا وتابعونا. هنا في بلدنا حاجة، وفي مشروعنا الكبير ده حاجة تانية، الاسم هيعرض لنا مشاهد. لكن على كل حال فيما يخصني خدت الخطاب لوزير الإعلام وخطاب لرؤساء الجامعات، وهيبقى عن طريق يعني الإعلام يوصل بطول، ورؤساء الجامعات ساعدنا حضرتك لأنك على علاقة بيهم، والصحف القاهرية، وخطاب لرؤساء الصحف القومية القومية والمستقلة. نعم. بصراحة هو مجهود هايل شغل بيت العيلة، يعني هو بس اقتراح بسيط مش يطول، يعني طالما ان العمل تطوعي واحنا بنبحث عن منابر لتعريف الرسالة النبيلة لبيت العيلة، في جانب انا مش عارف حضرتكم بس انا سمعتوش واحنا قاعدين، اللي هو الجامعات الاهليه. احنا عندنا 30,000 جمعيه اهليه على مستوى الجمهوريه، جمعيات اهليه ومنظمات اهليه. وعندنا في كل محافظه في اتحاد اقليمي يضم الجمعيات المحافظه. قد تكون الجمعيات ما بين 2,000 في المحافظه او 5,000 او 6,000، يعني زي ما تكون. انا في رايي طبعا مش هقول نجتمع بالجمعيات، نجتمع برؤساء الاتحادات الاقليميه لكل محافظه، يعني زي ما بنتكلم عن رؤساء الجامعات ورؤساء مجلس الاداره الصحيه. ربنا يخليك يا دكتور. هو في حاجه على فكره انا ليه علاقه بالدكتور؟ لا اتفضل. لان احنا يعني الغرفه اللي فيها تواصلنا معاها لحد النهارده اللي شايل هموم المجتمع الجمعيات المدنيه، وهي دي لما بيبقى المجتمع بيوصل لدرجه من الرقي انه بيحل مشاكله، والدولة بتقوم بدورها، ده لا يتناقض، بالعكس بيساعد قوي. يعني الأغنياء أوروبا، ونتمنى أن أغنياء مصر يبقوا زيهم، اللي كان زمان اسمهم الرأسمالية الوطنية المنتمية للوطن، جامعة في ألمانيا، راحت زميلة هي أستاذة نزور الجامعة، كنت بدعو أستاذ زائر 3 شهور، فالجامعة قصر فخم جدا من تحف أوروبا، فبقول لها دي وزارة التعليم غنية أو عيكي؟ لا، ده أحد كبار رجال الصناعة متبرع بيه للجامعه، وبعضهم ياخد 100 طالب، وانا بنتهز الفرصه خلال الاعلام ونوجهه للمجتمع المصري، 100 طالب متفوقين ينفق عليهم لحد التخرج ويشغلهم في مصانعه. حضرتك المجتمع المدني لازم مصر، شعبنا المصري احنا كلنا، نشيل من دماغنا ان في عمود فقري واحد هو الدوله بتعمل كل حاجه. بتعمل وعندها مسؤولياتها وبرامجها وكل حاجة، لكن ده هو اللي شايل العبء الأكبر في 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 تنمية البلد أو الرقي بيه. بنحلم بهذا، وبذلك الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني، حضرتك هنشوف معاك التواصل مع أنا هعمل زي الإمام الأكبر، أنا اتعلمت منه حاجة، الشيخ الأزهر أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة، من أهمها لما اجي اقول له في مشروع كذا يقول لي اكتبه وهاته لي مكتوب. فحضرتك انا ما خدتش، هعمل الخطابات المطلوبه بحضرتك، وحضرتكم الاربعه مسؤولين نديهم لكم، وانا ابقى جاهز بحيث انه تقول لي تعالوا هروح المكان الفلاني، وافضي من بيت العائله على الاقل 3 4. مع مجتمعات
المدينة هنلاقي كنا بنجتمع مع بعض، كنا بنتحاب مع بعض. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نهيئ الظروف، لكن عشان نهيئ الظروف بشكل ايجابي لابد من الاختلاط والتعايش. يعني ايه اختلاط وتعايش؟ يعني لازم يكون في احتكاك ما بين المسلم والمسيحي في الشؤون الاجتماعيه. يعني لو حد توفى بيجي واحد يعزي، لو حد مثلا فرح بيجي واحد يبارك. ده اللي بنلاقيه بس دلوقتي، لان احنا في عزله. البيوت تكاد كل البيوت دلوقتي يا اما بيوت مسلمه يا اما بيوت مسيحيه، حتى في المناطق، مناطق كلها مسيحيه او مناطق كلها اسلاميه، وفي خوف وترقب. ازاي نقدر نصل لهذا الاختراق؟ لو اختراقنا وعملنا تعايش هيبقى ناجحين. انا من وجهه نظري ايه هو التعايش؟ التعايش هو نخلق نقطه اتصال او نقطه صداقه. يعني نزرع صداقات نوفقها، نخلي المسلم يستقبل مسيح بيته، يقابله، يقعد معاه في اجتماعاتنا، نبقى في تواصل. انا صديقي طول عمري وحبيبي مسيحي، طول عمري بروح له بيته وباكل عنده، بياكل عندي. يعني لازم يكون في تواصل، لازم يكون بيننا وبين بعض عيش وملح، لازم يكون بيننا وبين بعض حب. انا بجيله وهو بيجيلي، بتصل بيه اقول له مشكلتي كذا، وهو بيتصل بيه يقول لي مشكلتك كذا. جبنا مدارس، لو جبنا الاطفال في المدارس، لو سالنا واحد من المسلمين، انت حد راح كنيسه؟ حد زار كنيسه؟ حد شاف دور عباده كنسيه؟ ما حدش هيقول. احنا ليه ما نعملش زياره للكنائس بعظمتها وشمختها وتاريخها، ونعرف الشباب والناس تشوفه وتشوف الجو الجميل، ما يبقاش فيه خزعبلات وكلام فاضي وناس بتنشره بين بعض لان احنا مش شايفين. الجامع هو ليه ما يحصلش زيارات؟ يعني ليه ما فيش واحد مثلا طالب ما يخش يقعد في الجامع ويشوف ويتصاحب ويتصادق، وكل واحد ليه عقيدته؟ يعني ما نخشش في مجادلات. انا بقول من ابسط الحاجات، يعني يمكن بيبقى فيها بعض، لكن بيبقى نوع من الحذر برضه. عاوز اقول كمان الدراما المصريه احنا ناسينها، الدراما المصريه وكتاب السيناريو والمنتجين. احنا لو عملنا كمسلمين توحد ما بين اصحاب كتابات الدراما اللي هم كتاب الدراما والسيناريو، سواء كان في التلفزيون او في الاذاعه او في السينما، هنلاقي ان هم ناسيين قوي القطاع ده، قطاع التالف. يا اما الفيلم كله معلش مسيحي، يا اما الفيلم كله معلش باصغر من اشخاصه، يا اما قليل قوي. طب احنا ليه مش عاوزين نظهر الجوانب ده؟ كمان نعالج الدور الكوميديا. الكوميديا لازم تكون كوميديا محترمه. احنا لما نيجي نتكلم عن الكوميديا في التعارض ما بين القطاعين او بين المسلمين والمسيحيين، لازم تكون كوميديا راقيه لها ادب ولها، ونبقى بنتكلم على نمط سلوكي مش نمط يعني مجتمعات. لازم نبقى عارفين ده، لان ده في احترام. فانا اعتقد لو احنا دعينا كتاب السيناريو ونقول لهم يا جماعه ارجوكم تحطوا في اهتمامكم ان احنا نخلي الجانبين متواجدين في الدراما عشان يبقى في تعايش، برضك دي من الحاجات المهمه قوي. يعني انا شايف ده هو ده ممكن ياثر تاثير كبير، واعتقد ان الدراما ليها دور كبير. يعني احنا بنشوف افلام فعلا بتبين قد ايه، وبتبين المعاشه الجميله الحلوه قوي. لو حتى هنلقي الضوء على مسلمين او نلقي الضوء على مسيحيين، هنبقى احنا عملنا توازن، ومن الدراما يبقى فيه تاثير كبير. ركزنا في الجلسات اللي انا حضرتها، انا ساعات بغيب للاسفار الخارجيه، لكن برضو التواصل مع لجنة الدراما في التلفزيون، وهم مستعدين جدا، فيهم كفاءات إعلامية وفلاسفة مجدي وهبة وغيره وشخصيات محمد السيد عيد وكده، يعني هي بتبحث عن هذا. لكن تواصل بيت العائلة معها، وحضرتك تقدم من منطلق من عندنا من بيت العائلة بهذه الأفكار وتوصل للجنة الدراما اللي في التلفزيون المصري. هم مستعدين، لانه والناس مستعدة عكس ما هو متصور وشيع في الثلاثين اربعين سنة الاخيرة، انه الجمهور عايز كده كأنه عايز الجهل والتسطيح، وده مش حقيقي. الناس لما تعرض عليها حاجة حلوة وتعبت من الكلام الفاضي والفارغ، يعني انك تنشر قيمة زي قيمة الحاج عيلة الحاج متولي، فترسخ لقيم مش لايقه خالص حضرتك وفلانه وازواجها الخمسه والزوجه الرابعه ولا الزوجه الخامسه. كلام هذا الكلام الغير مسؤول قيميا ودينيا وانسانيا، يعني
للأسف للأسف. إنما التعايش بقى والمواد، المجتمع الطبيعي اللي احنا اتربينا فيه كان عايشها، وما زال الصورة اللي جبته مش موجود، ونرجو ألا يوجد أبدا على الإطلاق. أنا أخويا توفي مثلا، جالي من الكاتدرائية 5 أو 6 من الأصدقاء يعزوني، والمجتمع الناس المسلمين البسطاء جدا لون بمودة شديدة جدا، وفرحوا لأن هو برضو الضوضاء حوالين الانقسام أكتر من الحقائق، الدوشة اللي بتثير وبتستفز. والناس قعدوا، اصدقائي سمعوا لنا القران وخرجوا، كانوا الناس فرحانين قوي بعد المشي، قالوا يا احنا متشكرين قوي، اتمناها حاجه المفروض تتكرر كتير. احنا على العكس، احنا قري ارضي في عزبة حنين في المنوفيه، الان بقرني عارف، وجنب الدير على طول حته الدير، الارض مشتركه بيني وبين حضرتك. احنا كنا بقى، ابويا كان شيخ المنطقه الكبير، كنا احنا اللي بندفن الميت القبطي على ما اهله ييجوا، وبالليل نعمل سرادق وجنبه شيخ بيقرا وخلاطك عشان المعزين. فده حقائق. والصعيد الامام الاكبر بيؤكد على انه عايش ده يوميا هذا التواصل. يعني من الدعوه المتشدده اللي بنشاهدها في الفضائيات، واحنا يعني كمسلمين رافضين جدا هذه الدعوه، ومتمسكين بالمبادئ الاصيله والقيم الروحيه الجميله، واحنا كمجتمع متدين بالفطره، ولم يزايد احد علينا كناس متدينين. بعض الدعوة اللي بتقول ان الاسلام لسه يدخل مصر دلوقتي، او ان الكلام اللي سمعناه الفتره الاخيره والكلام ده، او التدين مش موجود في الشعب المصري وهيبدا في تدين. فنتمنى ان دور بيت العيله يحفظ خطوات مهمه في الفتره الجايه، يعني يبدا يوصل للناس بشكل سريع. دور لجنة الإعلام طبعا دور مهم، وفي قامات كبيرة موجودة فيها، وإن شاء الله يكون لها دور فعال. نتمنى إن يكون يعني الجانب النظري أقل من الجانب العملي، يعني نخطوات خطوات مهمة بدعم طبعا الرموز الموجودة إن شاء الله. بالظبط. بالظبط. أنا بس بقترح مبدئيا إن إحنا نصدر نشرة عالمية لحين تفعيل الموقع اللي يكون تكون النشر الاعلاميه دي متواصله بشكل مهم جدا مع الصحف والفضائيات، ونعمل دعوه لبعض الفضائيات الخاصه اللي هي مؤثره عن طريق بعض زمايلنا وكده، يقدروا يجوا يصوروا معانا بعض اللجان دي، كلها دور مهم جدا. غير ان بعض يعني يقدر يكون رموز المهمين في بيت العيله يحضروا البرامج المهمه اللي ولو على فترات، مش لازم يعني، بحيث برضو الدور يكون اهم وبارز. يعني لان يعني الجانب الاعلامي يعني في الفتره احنا فيها دي من اهم الامور اللي تقدر يعني تقفز بيت العيله لدرجه توصل للشارع. فيعني ان شاء الله بجهود الناس المكرسين الموجودين اللي همهم الوطن، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان سمحتوا لي بس على حاجه صغيره خالص، احب اشكر الاستاذ محسن عشري على هذه الفكره الرائعه، على تسليط الدور الاعلامي على القيم الرائعه اللي احنا عايشينها في المجتمع المصري. احنا يعني مفيش حد فينا بيختلف على هذا الكم من التعايش السلمي والمحبه اللي بينا وبين بعض. بس للاسف لو بصينا لتاريخ الاعلام، بقولها وانا في غايه الاسف، لم يبرز في عمل اعلامي او درامي واحد هذه الطبيعه لحقيقتها. يا اما يجيبوا نموذج، اسف الكلمه، استخدم كلمه نايف ساذج للعلاقه بين المسيحيين والمسلمين، اما يجيبوه بطريقه مشوهه. لم ياتينا الاعلام بعد بنموذج رائع يرسخ هذه القيم في انفس الناس. خلينا واقعيين، بعمل درامي. خلينا واقعيين، محدش بيقرا دلوقتي كتير، محدش بيقبل على لا كتب ولا مجلات ولا جرايد، على قد التلفزيون المفتوح في كل بيت مصري مسيحي او مسلم 24 ساعة، خصوصا في ظل الاحوال اللي احنا فيها. البيت المصري على نهم شديد، عايز يعرف اخر تطورات الاحداث. فما كناش نسرع باظهار هذه القيم بطريقة ايضا يعني ترسخ هذه الافكار في داخلنا. يعني مين فينا ناسي مثلا الدراما الراقية بتاعت زمان، والمواقف الراقية بتاعت زمان اللي كانت في الأعمال الدرامية القديمة اللي كل الناس حفظاها، حتى لو كان الممثلين أو الفنانين رحلوا من سنين وسنين، لكن كل الناس لسه متأثرة بأعمالهم لغاية النهاردة.
ليه ما نستغلش هذا العمل ونبدأ بيه لو سمحتوا لي؟ يبقى هو ده أول دور نفعله في لجنتنا دي، إن احنا ندعو كتاب السيناريو أو الإعلاميين المتخصصين في أعمال الدراما بإن هم ينتجوا لنا في فترة وليكن شهر رمضان، وهم بيعدوا من دلوقتي لهذه الكمية من الأعمال الضخمة اللي بتعرض في هذا الشهر الكريم، يقدموا لنا أعمال جيدة، أعمال قيمة ترسخ هذه القيم في نفوس الجميع الكبير قبل الصغير. وصلنا لثمان نقط دول يعني تحت التنفيذ، يعني إجراءات المفروض نخرج من هنا بخطة عمل على طول شغل. يعني أول حاجة خطاب لوزير الإعلام، وده المفروض أستاذ مخلص. تاني حاجة خطاب لرؤساء الجامعات مع تحديد ميعاد، ده برضه مكتوب أستاذ مخلص. خطاب لرؤساء الصحف القومية والمستقلة مع تحديد ميعاد الشيخ سعد. بس برضه خليك المسؤول عنه. التواصل مع رؤساء الاتحادات الإقليمية والجمعيات المدنية ومنظمات الأهلية الشيخ أحمد فوزي. بعد كده نمرة 5 إطلاق الموقع بتاع بيت العيلة، وده يعني بقى كمان نريح. وبعد كده التواصل مع كتاب الدراما، لسه مش عارفين مين اللي يبقى دكتور محمود. بعد كده نمرة كده اصدار نشرة اعلامية للصحف والفضائيات، دي احنا هنقوم بيها كلامنا مننا حتى هتعمل حكايات. نمرة 8 التواصل مع كل اللجان المنبثقة من بيت العيلة. بالظبط دول تمن مهام. دول تمن مهام تنفيذية طلعنا بيهم بالاجتماع. سعيدنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي مع نيافة الأنبا أم أرميا مساعد الأمين العام لبيت العيلة المصرية. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني بنتكلم مع قضيتك النهاردة عن دور بيت العائلة المصرية في لم شمل العائلة المصرية كلها والفكرة النبيلة التي جمعت الصفوف لها. بيت العائلة المصرية هي فكرة نابعة من قلب وجدان حضرت الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، زي ما قال الدكتور محمود عزب من شوية إنه طرح هذه الفكرة على المتميح البابا شنودة الثالث ولقت إحسان وقبوله وتعاون معا لإصدار بيت العائلة. تكون المجلس وبدأت الدراسات تاخد خطواتها في ظل الظروف اللي ماشية فيها البلد، ونشكر ربنا رغم كل الظروف دي ما زال بيت العائلة شغال وحط الأسس بتاعته وحط دي محاور رئيسية مع اللجان المتعددة اللي هي شغالة فيه. أنا لو حبيت أتكلم على أهم 6 محاور نقدر نتكلم فيهم ويفيدوا شبابنا ويفيدوا أولادنا ويفيدوا الأمة بتاعتنا، عندك محور على القيم الروحية، محور على القيم الوطنية، محور على القيم الاجتماعية، محور على القيم الإنسانية، محور على القيم الأخلاقية، ومحور على القيم الشخصية. لو تاخد كل محور من المحاور دي ونقدر نشتغل فيه معا، نبدأ من أرض الواقع من تحت ونطلع لفوق، ناخد الحاجات الروحية اللي بيجتمع عليها الكل، مفيش أي حاجة في خلاف تخص العقيدة، الكل بيؤمن بالله، الكل بيؤمن بحرية العبادة، الكل الأديان بتؤمر بالتسامح الديني، ودي كلها قيم مشتركة في الأديان. نرسخ هذا الكلام في أولادنا. قيم وطنية، حب الوطن، الانتماء لي، الدفاع عنه، الاعتزاز به وبالأصول بتاعتنا، احترام الوطن ووحدانيته ووحدته، ترشيد الاستهلاك، ازاي نحافظ على الممتلكات بتاعتنا وثرواتنا الاجتماعية اللي احنا تورثناها. دي قيم لازم نرسخها في أولادنا وفي شبابنا. ناخد مثلا قيم اجتماعية، ناخد حب الأسرة، الصدقة، العمل الجماعي، الكرم والعطاء، ممكن ناخد الزكاة في الإسلام والعشور في المسيحية، التواضع،
ناخد مثلا قيم إنسانية على المحور ده، ناخد قبول الآخر، العدالة، السلام، المساواة، الحرية، كل العوامل دي بتساعد ان الشباب يخرج من الوضع اللي هو فيه. الأطفال بترسخ لهم المبادئ اللي احنا كلنا نعرفها وعشنا بيها ووصلتنا ان مصر كانت عبارة عن وحدة واحدة، كل الناس من الشمال للجنوب عايشة في وادي النيل، مفيش حد يحس فرق بين المسيحي أو المسلم، حتى ان كنا نجد في فترات طويلة في أعياد المسيحيين والمسلمين الكحك والبسكويت يعملوا المسيحيين المسلمين في عادهم والعكس صحيح، وتلاقي ان الاكل مشترك وكل حاجة عايشة فيه روح واحدة، ودي كانت موجودة فعلا وريد ترجع مرة تانية. ناخد مثلا قيم اخلاقية، الصدق، الوفاء، الرفق بالحيوان، الطاعة، احترام الكبير، اللي هي الحاجات اللي بدأت تختفي شوية في وسط الثورات اللي موجودة نتيجة الخروج خارج نطاق الحالي الموجودة. ناخد بقى قيم شخصية، ودي كانت متأصلة في كل العرب، كانت متأصلة فينا كمصريين، زي الشجاعة، ضبط النفس، الصبر، الطموح، الشعور بالمسؤولية، الحرص، احترام الكلمة، الإعداد للمستقبل، احترام الذات، مصابرة، ازاي اكيف نفسي مع الواقع اللي انا عايش فيه واقبله، وازاي انمو واكمل كل الكلام ده، ازاي انمي مهارات الشخصية زي الذكاء، ونبتدي ناخد بناء في هذا المجتمع اللي يعوزه الكثير والكثير والكثير، وبصراحة بدون الإعلام صعب جدا ان احنا نوصل لكل الشعب. احنا مهما اتكلمنا حتى عملنا لقاءات داخل الجوامع او داخل الكنائس او عملنا مؤتمرات بيسمعها حد إليا، لكن بفضل الاعلام الموجود والمنتشر المرئي والمسموع والمكتوب نقدر نوصل لكل اطياف الشعب وبكل المستويات، نقدر نأثر هذه القيم ونبدأ ناخد مجموعة من محاور تانية نشتغل عليها عشان نرجع الوطن بتاعنا كوطن عملاق. دي حضارة كان ينظر لها العالم كله انها حضارة بقالها الاف السنين، هذه الحضارة يمكن ان تنتهي، وهكذا مصر يمكن ان تنتهي وتدوم للجميع. بيت العيلة سينتشر في كل محافظات مصر، ولكن هذا الدور يعني المنوط ببيت العيلة في هذه المحافظات هي هل هو فض منازعات بين طرفين مسلمين ومسيحيين، هل هو لم الشمل، هل هو يعني في اتجاهات مختلفة ومتباينة، وكيف يكون هناك بيت في كل محافظة، هل سيكون من خلال عضوية أم ماذا في هذا الأمر؟ بيت العيلة أولا مش غرض فض منازعات، في منازعات موجودة، ممكن تلاقي الأخ مع أخوه، الواحد مع قريبه، الجيران مع بعضهم، المنازعات تظل قائمة، لكن بيت العيلة بيرسخ مفاهيم، بيرسخ أصول، بيرسخ قواعد إزاي إحنا نعيش عليها، عشان ننتقل الحرك مجتمعي في المنطقة اللي فيه، المنطقة اللي هو فيه، الغرض منه إن يبقى فيه عضوية، ما ينفعش أي حد يقول لك هنعمل بيت عيلة. لازم يمشي على نفس الأسس ونفس القواعد اللي اتفق عليها مجلس الأمناء، ان هو ليه أهداف معينة وليه طريقة معينة للتنفيذ، فما ينفعش أي حد يقول لنا عن بيت عيلة، لازم نتواصل من خلال مشيخة الأزهر وخلال البطريركية والكنيسة علشان يوصلوا مع بعض لنفس الأهداف ونفس التارجت اللي احنا ماشيين عليه عشان ياخد نفس الفكر في التعامل. قداسة الأنبا أرميا مساعد الأمين العام لبيت العيلة المصرية، شرفتنا وشرفت بيت العيلة، ونتمنى لحضرتك ولكل من المشارك في هذا المشروع الوطني الكبير مزيد التوفيق. شكرا حضرتك. الله يخليك يا فندم، احنا نشكرك ونشكركم كلجنة إعلام وحضرتك أحد أعضائها، إنكم أنتم هتتواصلوا معنا كلنا وهتوصلوا كل لجان بيت العيلة وكل أفكاره لكل الشعب، وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا فندم، شكرا فندم. Thank you.